السلام عليكم. اللي ما يعرفني انا اخوكم سعد رزق، واليوم راح نتكلم عن اكثر الاخبار انتشارا وعن خبر تهكير 120 الف بيتكوين المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله نبدا. علشان تكون الصورة واضحة معاك، في قديم الزمان، وأقصد في قديم الزمان في عالم العملات الرقمية، يعني قبل عدة سنوات، كانت المنصات الموجودة جدا قليلة، فكانت المحافظة غالبا ما بين كوين بيس وبيتريكس وبيتفينكس، بعدين طلعت باينانس وما إلى ذلك. فكانت هناك منصة اسمها بيتفينكس، هذه المنصة كانت تعتبر أكبر منصة وأقوى منصة في ذلك الوقت. إلى الآن موجود المنصة، ولكن ما هي بالقوة اللي كانت عليها بسبب وجود منافسة جدا قوية. اللي حصل في تاريخ منصة بيتفينكس أنها تعرضت إلى اختراقين، أحد هذه الاختراقين أدى إلى سرقة 120 ألف بيتكوين. أنت عارف 120 ألف بيتكوين يعني كم؟ يعني تقريبا أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي. فاللي حصل أنه جاء دي أو جي أو ديبارتمنت أوف جاستس أو قسم العدالة الأمريكي، وألقى القبض على من هكر أو من اخترق المنصة في ذلك الوقت، وتحصل على 120 ألف بيتكوين التي تعادل أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي. انتشر هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، والجميع يردد أن هذا الخبر هو خبر إيجابي 100%، لكن أنا لدي وجهة نظر مختلفة نوعا ما. وجهة نظر الشخصية تنقسم إلى محورين أو إلى قسمين، ناحية الفاندمنتلز وكيف هذا ممكن يؤثر على السعر أو الحركة السعرية للبيتكوين. من ناحية الفاندمنتلز أو من ناحية الأساسية، فهذا خبر جدا ممتاز من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يوضح لكل من تسول نفسه باختراق أو تهكير منصات أو حسابات مؤسسات أو شركات أو أفراد أنه بأمر الله سبحانه وتعالى سيتم تحقيق العدالة. لكن من ناحية الحركة السعرية، هذا الخبر يعتبر سلاح ذو حدين. ليش يعتبر سلاح ذو حدين؟ لأنه زي ما تعلمنا في هذه القناة، إحنا قراراتنا مبنية على المنطق، وإحنا نعرف أنه من المنطق أن سعر أي أصل مالي من ضمن ذلك البيتكوين أو الحركة السعرية على البيتكوين يعتمد على العرض والطلب، supply and demand بكل بساطة. فاللي حصل الآن عندنا 120 ألف بيتكوين، أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي من البيتكوين. لو أخذناها وضخيناها ورديناها للسوق مرة ثانية، معناته أنت جبت تقريبا 1 أو 1.25% من السبلاي حق البيتكوين اللي كان مختفي عن الساحة ورديته للساحة. فإيش صار في العرض في هذه اللحظة؟ زاد العرض. فالآن لما يزيد العرض والطلب يكون نفس الشيء، فهذا ممكن يؤثر سلبيا على سعر البيتكوين. فإذا قاموا أصحاب هذا البيتكوين ببيع البيتكوين علشان يريح راسه ويريح دماغه ويجني الأرباح اللي كان يستناها من 2016 تقريبا، فهذا سيؤثر سلبا على سعر البيتكوين. لكن إن قرروا التمسك بهذا البيتكوين، فهذا سيؤثر إيجابا على سعر البيتكوين. فبعلى أي حال، هذا يعتبر سلاح ذو حدين. علشان كذا القرار ما هو واضح أمامنا، أو تأثير هذا الخبر ما هو واضح أمامنا، إلى أن يتخذ هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الفئات أو الجهات المعنية القرار بما يفعلوا بهذه 120 ألف بيتكوين. أتمنى الصورة الآن، وناتي في التليجرام أسفل هذا الفيديو تقدر تنضم للقناة وتلاقي أيضا رابط الشخصي، تقدر تتواصل معايا وتسألني إذا حاب أو عندك استفسار، وراح أكون أكثر من سعيد أني أساعدك وأجاوبك. وبكذا وصلنا نهاية المقطع، أتمنى لكم يوم جميل. لا تنسوني أنا والديني من دعاكم أكثر من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. في أمان الله.